أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم أن انتشار فيروس كورونا في دول العالم بات مقلقاً، حيث أشار المدير العام للمنظمة إلى أن عدد المصابين الجدد خارج الصين بات ولأول مرة أعلى من المعدل المسجل داخلها. تفاصيل أكثر تطلعين عليها هبة. نعم عبد العزيز، البداية مشاهدينا من إيران، بؤرة الوباء في منطقة الشرق الأوسط حيث تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة و44 إصابة جديدة خلال الساعات الأخيرة، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 19 و139 إصابة في عدة مدن لم يتم فرض حجر صحي عليها رغم المناشدات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة. هذا وقد اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة بمحاولة إشاعة الهلع في بلاده، ردا على اتهام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بالتكتم على تفاصيل تفشي الفيروس. في العراق الأقرب جغرافيا إلى إيران، يخضع نحو 8000 عراقي قادم من إيران للفحوصات اللازمة للتأكد من خلوهم من الفيروس. وفي الجزائر تأكدت أول إصابة لإيطالي قادم من مدينة ميلانو الإيطالية، في حين أعلن مسؤول في وزارة الصحة أن قرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد ليس مطروحا الآن. كما أعلنت لبنان عن ثاني إصابة مؤكدة لدى لبنانية وصلت من إيران على متن طائرة ذاتها التي أقلت الحالة الأولى. وخليجياً أكدت وزارة الصحة الكويتية 13 إصابة جديدة، ما رفع الحصيلة إلى 25 إصابة، مؤكدة أنها حالات مرتبطة بالسفر إلى إيران. وحتى الآن لم تعلن وزارة الصحة السعودية عن أي إصابة بفيروس كورونا كما أعلنت عبر موقعها على تويتر، في حين أوقفت البحرين الرحلات الجوية إلى إمارة دبي بعد تأكيد إصابة 26 شخص، بعضهم سافر عبر الإمارات. ومن جهتها أعلنت الإمارات استعدادها الكامل لمواجهة الفيروس من خلال منشآت مؤهلة للحجر الصحي وجهات مختصة لمتابعة كل القادمين عبر مطاراتها. وإلى الإصابات العالمية مشاهدينا، أعلنت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية عن إصابة أحد جنودها الذي بدوره فرض حجرا صحيا على نفسه في منزله خارج القاعدة، علما أن كوريا الجنوبية سجلت أكبر عدد الإصابات خارج الصين مع تسجيل 1261 إصابة و12 وفاة. في الداخل الأمريكي أعلنت مدينة سان فرانسيسكو حالة طوارئ محلية ليلة أمس، كما حث مسؤولو الصحة المواطنين على الاستعداد لانتشار العدوى. كما طالب وزير الصحة والخدمات الإنسانية للجنة فرعية في مجلس الشيوخ المشرعين بالموافقة على تمويل قدره 2.5 مليار دولار لمكافحة التفشي، لأنه من المرجح أن تظهر مزيد من الحالات في أمريكا. وسجلت إيطاليا أكبر بؤرة تفشي المرض في أوروبا ب 12 حالة وفاة، فيما زاد عدد الإصابات إلى أكثر من 370 شخصاً. كما سجلت فرنسا ثاني حالة وفاة في باريس، وهو أول فرنسي يتوفى إثر الفيروس، فضلاً عن تسجيل 17 إصابة. أما اليابان فقد سجلت ثالث حالة وفاة خارج السفينة السياحية الموبوءة، كما أعلنت اليونان والبرازيل عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد على أراضيهما. وبذلك وصل عدد الإصابات المسجلة إلى أكثر من 80,000 في 33 دولة في العالم، بحسب ما أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا عبد العزيز.